هاي حيد الفلوس بعدين حيد الفلوس وصور حيد الفلوس وصور وانت حيد الفلوس وصور الاخوان ان شاء الله وبعد ما كل واحد غادي يقرر يدير الكلمه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله. انت استاذه جميله، انت مباشر على قناه سوف تي في، اعطيني شنو المضمون ديال الوقفه اللي انتم المضمون ديال هذه الوقفه؟ احنا دائما كنسجلوا مشاكل عده وعده خروقات وتهميش وحقره للمواطنين البسطاء اللي تيجيو هنا للمستشفى الوحيد لإقليم المحمدية. تصور أن مستشفى طاقته الاستيعابية كانت غير لواحد 10,000 ديال الناس، تولد دابا عندنا واحد السكينة ديال 600,000 وستة الجماعات كلها تجي هنايا لهاد المستشفى. كيفاش حنا هاد المستشفى غادي يستوعب المواطنين؟ لا خارج غير في الأيام العادية، وما بالك في أيام جائحة كورونا. أشنو دارت لنا وزارة الصحة للمحمدية اللي كتعاني من الصحة خارج كورونا في ظل كورونا؟ أش عطاونا؟ فينا هو البديل؟ فينا هي الأسرة اللي غتستوعب؟ حنا عندنا المشكل ديال الناس. واحد السيد من عين حرودة توفى هنا، توفى علاش؟ لأن ما لقاش سرير، ما لقاش أكسجين، ما لقاش، ما عندهمش. حنا باغيين نعرفوا الإكراهات ديال الإدارة، وهذيك الإكراهات حنا غنوصلوها للمسؤولين باش يديروا لينا واحد الحل. لأن لا يمكن أن المحمدية أنها يكون فيها مستشفى واحد من يامة الاستقلال، نفس المستشفى، نفس الأسرة، نفس العدد، نفس، ما كاينش المعاملة. فوق هذا الشيء ما كاينش معاملة ما كايناش. ملي كيجي شي واحد، تصوروا بالله عليكم، كيجي من نواحي ديال المحمدية، كيجي دار الطريق في الليل مع جوج الليل، وما تيلقاش هنايا سرير، وما تيلقاش لا 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 لا, لا راديو، وما تيلقاش بزاف المسائل اللي هي ضروريه تكون في المستشفى تيصيفطوا لكازا. الا كنا حنايا اقليم سته ديال الجماعات وما عندناش مستشفى، اين الخلل؟ كنتسائلوا كمجتمع حقوقي، اين الخلل؟ كمواطنين كنتسائلوا اين الخلل؟ شنو هو السبب اللي خلى المحمديه بلا مستشفى كبير؟ شنو هو السبب؟ بغينا نعرفوا، المسؤولين يوضحوا لنا شنو هو السبب؟ علاش ما دارش مستشفى ميداني في ظل جائحة كورونا؟ علاش؟ علاش كيمشيو الناس ديال المحمدية كيمشيو حتى لبن سليمان؟ علاش كيمشيو حتى للدار البيضاء؟ علاش ما يدارش هنا مستشفى ميداني؟ نقولوا حنا كنعترفوا أن هذا السبيطار عنده واحد 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 الطاقة استيعابية ضعيفة، ولكن هذيك الطاقة استيعابية ضعيفة حنا عندنا الحلول، البديلة في ظل جائحة كورونا. حنا بغينا كلشي المشاريع توقف في ظل الكورونا، ويقابلوا لينا غير الناس اللي مرض. ما يمكنش حنا غنبقاو نشوفوا شي مشاريع. حنا كنفرحوا ملي كنشوفوا مشاريع كدار في البيض، ولكن حنا دابا في جائحة كورونا. الله يخليكم، فكروا في صحة المواطن. راه المحمدية راها كتضيع، راه الصحة ديال راه المواطن كيجي راه ما تيلقاش حتى في شي بلاصة اللي يجلس فيها ويتسنى الطبيب تيجي. وتحياتي لكم. شكرا شكرا أستاذ. ديما كندوزو مع الناس وكبرنا هنا. لا لا خلي صلي صلي بزاف ديال الحالات. كيف تشوفوا معنا في التبع؟ كاين واحد الحاله لا يمكن السلام عليكم. السلام عليكم خويا، انت من السكان ديال دير الكرم جيران، انت مباشر على شوف تي في، قول لي شنو المشاكل اللي كتعرف اللي كتبقى في بزاف ديال المشاكل؟ بزاف ما تقدرش تعدى من ناحيه باش تعد المشاكل، ما تقدرش تعد. من الاحسن المشاكل نقول لك يدخل شي صحافي، يدخل متنكر ويشوف الواقع المر اللي لداخل، فهمتي؟ ويشوف هذاك الشيء بالتدقيق، وهذيك الساعه غيحكم هو غيحكم.
حيت لا جيت نقول لك غايقولوا ماشي طريقه اخرى، غايقولوا ماشي كلام اخر، وحنا غنقولوا شي كلام اخر، غيبقى ديما الصراع. اللهم بنادم يشد داك الشيء بالبروف كما تنقولوا، والله يهديهم، الله يهديهم علينا ويديروا خدمتهم. بنادم راه كيأدي القسم، اش غايقول الله؟ انت ملي كتأدي القسم وما كديرش خدمتك، خاصك تضرب الرشوه وخاصك هذه وخاصك هذه، فين غنولي؟ حنا كنحاربوا الرشوه وكنحاربوا كل شيء. واش بنادم انا طبيب كيتقوى معايا في الصباح كيخلي النصيب ديالو كيجي يتقوى معايا، وحق الله العظيم يا الله، ووقت الخدمه ديالو جاي يقوي معايا انا. لا حول ولا قوه الا بالله. البارح كانوا شي ناس اللي كيحتجوا، الناس مرضين، الناس هنا ساكتين ما كاينش اللي كيحتج، حتى واحد ما قادر يهضر، حتى واحد ما قادر يدير شي حاجه، ومنهم الله. بنادم راه دلل، لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا شكرا خويا. كيف سمعنا مسبقا على سو تي في. غادي نسدو هاد الممر، غادي نحبسو، غادي نديرو حل لهاد المستشفى. طبعا انا نمررها ومررتها لي بعد، انا مررتها لي في الفيلا ديالو. انا بركت مع رئيس الحكومه وقلت ليه كذبتي على الناس ديال المحمديه مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي. وعدتي الناس ديال المحمديه بالمستشفى الجامعي وعاود وعدتي وما درتيش. وحنا دابا كنخلصوا العناء وكنخلصوا الضريبه ديال الذوب ديالو. هذه رساله للرئيس الحكومه، ما يقدرش يجاوبنا. انا من هنا نتحدى رئيس الحكومه انه يجاوبنا على السبيطار. حنا ما نبقاوش نمسحوا في هاد الناس هادو. رئيس الحكومه براسو ما يقدرش يجاوبنا على المستشفى، خاصو هو اللي يتحمل مسؤوليه هاد الشيء هذا، وهو اللي دعم هاد الناس هادو ويلقاو مجال فين يخدموا بطريقة أريحية ويؤديوا الواجب ديالهم. ولو أنه هناك بعض الخروقات وبعض المسائل كتبقى ثانوية، ولكن المشكل الكبير وهو الدور والواجب ديال رئيس الحكومة في طلب ديال المواطنين ديال المحمدية باش يوفر لهم مستشفى، لأن المستشفى ولا عليه ضغط، ما كيهزش على المحمدية، كيهز جميع المناطق. وهو راه ملي كان على المحمدية بوحدو كان ديجا صغير، راه هذا راه مستوصف ماشي مستشفى، هذا راه مستوصف. هذا بالنسبه لهذا البلاصه هذه اللي كاينه، هذا هو اللي عندي نقوله اخي العزيز. تحياتي. يعني دائما كنطلق الصداع على المستشفى، يعني فهمني. طبعا حيت كاين الصداع على المستشفى لان المواطنين راه المرض هذا، راه حتى مواطن ما ناجي من المرض، وتابعوا مشاكل معاناه في التعامل، معاناه بزاف د الحوايج في المسائل الماديه، معاناه بزاف. وكاين الفقر دابا، كاين هذا خصوصا في هذه الجائحه هذه، معلوم غادي يبقى ديما المشاكل. اذا ما تحلش المشكل الكبير من الفوق ما غاديش يتحل، وحنا دابا غادي نسعوا باش انه خصو يتحل، لانه كيقول لك ديجا علمنا وديجا نزفنا وديجا وقفنا. دابا غادا جا الوقت فين غناخذوا قرارات جري اكثر من دوك الارساليات او الاخباريات. الحمد لله دابا حنا غادي ناخذوا من بعد قرارات جريئه نضاليه ان شاء الله. شكرا، تحياتي. السلام عليكم. مرحبا. انت مباشر على سو تي في. مرحبا خويا. جاوب يا بريك. استاذ عامر، عطينا الصفه ديالك. محمد حنين، فاعل جمعوي وحقوقي. صافي سي محمد. مرحبا. اشنو المضمون من هذه الوقفه الاحتجاجيه؟ اولا هذا مضمون، هذه كان البارح، الوقفه اللي كانت البارح كانت تضامنيه شخصيه على ما تعرضت له الزوجة ديالي والابن ديالي وكباقي المواطنين، لواحد سوء تفاهم أو واحد المعاملة غير إنسانية من طرف واحد الطبيب هنا اللي لا علاقة له بالأطباء الآخرين صراحة بالمعاملة اللي تعامل معايا البارح. ولكن الموضوع حيت هو ديما متداول على المشاكل ديال المحمدية، ما غاديش نكون أناني وغادي نبغي نقول هذه الكلمة. أنا شخصيا من الفاعلين الحقوقيين، يلا تفرغ دابا لهذا الموضوع
انا تحلت على التقاعد ابتداء من غدا، انا غادي نضم الاخوان ديالي باش انني نوقف على هذا الملف الحقوقي، وهو انجاز مستشفى جامعي المدينة المحمدية. غادي نقاتلوا عليه ان شاء الله باش ما كان، بالفوضى بالادب بالاخلاق بالمراسلات بغير ذلك، حنا غادي نتقاتلوا عليه ولو يؤدوا بنا داكشي للسجن ان شاء الله. تحياتي استاذ. شكرا شكرا خالد. شكرا سمعنا من سبيق قناة شوف تيفي الوضعية هنا أمام مستشفى مولاي عبد الله. فعلا هاد المستشفى اللي كتسكوا الجموع، مجموعة ديال الناس المناطق المجاورة، العين حرودة، سيدي موسى بن مزدون، سيدي موسى بن علي، هاد المناطق كلها مجاورة، كلهم الناس اللي كيجيو هنا كيتسكوا من هاد القطاع. هاد المستشفى هذا ما فيهش المواصفات ديال المستشفى، كيف قال الأخ هذا مستوصف أحسن منه. فهمتي حتى المعاملة، حتى الكوميونيكاسيون، التواصل ما كاينش مع من تواصل، ملي كتجي ما كتلقاش راسك مع من تكلم، مع من تواصل. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تيفي، لنعود في الموضوع إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء متابعي قناة شوف تيفي، في وسيلة آخر إن شاء الله.